السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نرسم جريد في برنامج اوتوكاد بلاند 3D. اجي هنا اقول له من قائمة الستراكشر انا عايز ارسم جريد، فبيقول لي هرسم جريد ايه، الاكس فاليو قد ايه. تمام، عندي هنا 150 400، ممكن اقول له عندي كمان 600، واروح قايل له وراح دايس هنا بحيث يبقى هو يضيف اي بي سي دي، ونفس الفكرة برضو في الرو فاليو، البلاتفورم فاليو، الاكس الواي والزد بالشكل دوت. بعد كده الخطوط اللي انا هشتغل عليها، الورلد سي اس ولا يو سي اس ولا 3 بوينت، فاقول له كرييت. وبعد كده اقول له رو، انا عايز اشوفهم في 3 دي، اهم في 3 دي.